معي من سنغافور بيير فضول المدير العام لسكوير اسوسيتس، اساله عن هذا الموضوع. صباح الخير بيير، وشكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم. سؤال مباشر، هل يعتقد المستثمرون الرئيسيون مثل مثلا صناديق الاسهم الخاصه برايفت اكويتي التي لديها تفويض بالاستثمار في قطاع الانترنت في اسيا ان اللعبه قد انتهت بالفعل بالصين؟ يعني لابد اللي عم نشهده خاصه بالثيرد كوارتر بالربع الثالث تبع هالسنه هو تغيير الحماس تبع المستثمرين الاجانب تجاه الصين، خاصه بقطاع التكنولوجيا اللي هو اكيد القطاع الاكثر شيء تاثر من الانترفنشن تبع الدوله الصينيه. واللي عم نشوفه هو ريباتريشن اوف كابيتال نحو الهند وساوث ايست اسيا وكوريا الجنوبيه بالصيفيه، مثل ما ذكرت الاكتتابات لشركات التكنولوجيا بهدول المناطق عليت، وهيدا شيء عم نشوفه رح يكفي بالكوارترز الجايين. الهند كان دائما عندها قطاع تكنولوجيا قوي وديناميكي وعنده نشاط، بس هلا عم بياخذ لهجه بعد اكثر لان عم نشوفه بالصين كثير قلة المستثمرين الاجانب. ما سمعت عفوا اخر شيء، عم نشوفه كثير شو عمل بالمستثمرين الاجانب؟ كثير قلة المستثمرين الاجانب من ناحيه التدخل من ناحيه الحكومه الصينيه. نعم. بقطاع التكنولوجيا. نعم. هل تشكل فعلا الهند اذا خيار بديل؟ هل يمكن الاستعاضه عن ما كان يطمح اليه المستثمرون من الصين في الهند؟ لابد في الهند اقتصاد عنده مميزات كثير ايجابيه وبكم كاتيجوريز احسن حتى من الصين. اذا بنطلع ديموغرافيا مثلا البوبوليشن جروث نمو الشعب اعلى من الصين، والبيراميد اوف ايج يعني هرم الاعمار بالهند مور فيفربل للانفستمنت وللجروث بالاجمال. ومثل ما قلنا قطاع التكنولوجيا بالهند عنده اوبستكلز اقل من الصين، الصين عندها كثير عوائق للمستثمرين الاجانب، فمن هالناحيه لابد انه الهند تقدم الترناتيف كثير منيحه للمستثمرين الاجانب. اكيد في مخاطر غير بالهند ما عندنا اياها بالصين، اللي هي المخاطر لها علاقه بالانفراستراكشر تبع البلد بالاجمال منها كثير قويه، وما ننسى كمان انه اللي ساعد هالنمو بالفند ريزنج للتكنولوجي كومبانيز مقارنه مع السنه الماضيه هو انه السنه الماضيه الكوفيد سيتويشن بالهند كانت اضرب من الاسوء بالعالم ولابد الاسوء باسيا، وهدول الامور هدول نوع المخاطر ما عندنا اياها بالصين لان الدوله مسيطره بشكل تام على قسم كبير من القطاعات ومن الحياه اليوميه. نعم، بالنظر انه المشكله اللي خلت المستثمرين يهربوا من الصين هي مشاكل رقابيه، وهي قدره الحكومه بانها تفرض اراده بين ليله وضحاها تغير مسار استثمارات ضخمه، هل هذا الشيء على الاقل بالهند مأمون؟ يعني في بالنسبه للقوانين الرقابيه وبالنسبه لنضج السوق ونضج الرقيب هناك؟ السؤال بيطرح نفسه اكيد، لان اذا عتل الهم هو من التدخل والرقابه اللي بتبرز بين ليله وضحاها بالصين، هل المستثمر الاجنبي بيفتح لحاله زيت الخطر وقت يستثمر بالهند؟ اللي شفناه والتجربه اللي شفناها انه بالاجمال الاسواق الماليه بالهند حره اكثر من بالصين، مش معناتها في حريه تامه، في بعض القطاعات بعد عليها رقابه وبعد عليها اوبستكلز، بس اللي بنشوفه بالهند انه النظام اذا بدنا نستعمل هالكلمه نظام ديمقراطي اكثر، واذا بيصير في تغييرات نادرا جدا تتصير بين ليله وضحاها، وقت يصير في تغييرات من ناحيه المستثمرين الاجانب بالهند بيكون في previous guidance وindication قبل بوقت، ومش يعني نادرا تنشوف انه هالشغله بتضبط المستثمر الاجنبي. واللي شفناه كمان التاريخ المستثمرين الاجانب بالهند انه الهند كاقتصاد مور ويلكمينج فور فورين كابيتال ذان تشاينا،
بتستقبل الرسمال الاجنبي بسهوله اكثر من بالصين. بالصين دائما في هالميكس سياسه مع الاقتصاد اللي بنشوفه اقل من هنا. بالنسبة للشركات التي تتطلع للإدراج في الأسواق الهندية، ما مدى عمق السوق؟ ويعني إذا بدك تشبه البورصة بالهند لوين تقدر نشبهها؟ وهل يا ترى في عمق أكثر بقطاعات معينة، في نضج أكثر بقطاعات معينة غير قطاعات أخرى؟ من ناحية الأسواق العامة، إذا بنطلع على البرفورمانس تبع السنسكس البنش مارك اندكس تبع الهند اللي هو تقريبا طلع لحديت هلا 25% يير تو ديت، بينما الشانغهاي كومبوزيت اندكس تقريبا فلات، تقريبا ما تغير من أول السنة لهلا. من هالمنطلق بنشوف إنه فعليا بالأسواق العامة مثل ما بالأسواق الخاصة مثل ما ذكرتي في إقبال أكبر، في ارتياح أكبر من ناحية المستثمرين تجاه هالسوق، واللي هو من best one of the best performing in Asia this year. من ناحية العمق دائما ذكرناه بالماضي، الاقتصاد الهندي عنده عمق مش بس بالتكنولوجيا، بس عنده عمق كمان بالهيلث كير والفارماسيوتيكال اندستري، قطاع الخدمات الصحية اللي فيه عمق أكثر من الصين. وكمان في ارتياح من ناحية المستثمرين الأجانب، لأن قسم كبير من الشركات الكبيرة إن كان فايزر وغيرها عندها اكتيفيتيز كثير كبيره بالهند، وعندها في ارتياح تو كوندكت بزنس بالهند. شبيها الى شركات التكنولوجيا الكبيره مثل اماديوس مثلا باوروبا او غيرها، عندهم فرق اي تي انفورميشن تكنولوجي كثير كبيره ببنغالور وغيرها من المدن الهنديه. وكمان في ارتياح واعتياد for outsourcing IT services لهند، لشيء هذا الشيء بعد ما شفناه بالصين، لأن في كتير obstacles بيواجهها المستثمر الأجنبي. لكن إذا ضلينا دقيقة عم نحكي على موضوع البورصة والإدراج في السوق الهندية، لأي درجة نجد بأنه هناك منافس، أو مين ممكن يظهر كمنافس لهذه السوق لإدراج شركات أجنبية إذا كان على البورصة الهندية، أو مين ممكن يكون في منافس لها بالمنطقة بآسيا؟ بآسيا فعلياً وطبعاً نطلع على الاقتصادات والأسواق المالية الكبيرة، أكيد excluding Japan، لأن دائماً أكترية المستثمرين الأجانب بيطلعوا Asia ex Japan، لأن جابان اقتصاد وسوق بحد ذاته مستقل. بضمن هالكونفيجريشن دائماً الهند والصين بينحطوا واحد حد التاني، والمقارنة بتصير naturally بين الاثنين طبيعياً، لأن هدول اقتصادين كبار. يعني فعلياً هاو اثنين منافسين حالياً، مثل ما شفنا ومثل ما قلنا التكنولوجي سيكتور عم بيواجه كتير صعوبات بالصين، واللي ما عم نشوفه بالهند. بقى المنافس الأكبر للهند بآسيا كان دايما الصين. بس كمنطقة جغرافية تانية ساوث إيست إيجا، إذا بنطلع على هول 10 بلدان اللي هن بيكونوا الآسيان الأسوسيشن أوف ساوث إيست إيجن نيشن، اللي هن 10 بلدان ضمنهم اقتصادات كبيرة مثل إندونيسيا مثل الفلبين فيتنام، هيدا كبلوك الآسيان في يكون منافس للهند مع الوقت. وعم نشوف capital being deployed in ASEAN. تدفق الأموال إلى تلك المنطقة. بيير فضول، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم.